حنشتغل على موضوع التربية، على موضوع الطفولة المبكرة. أصدرنا مجموعة كتيبات وأدلة للمشرفين كجزء من محاولة رح تنجح أكيد لتطوير العملية التربوية بدءا من رياض الأطفال والمدارس الإعدادية والثانوية ومن ثم إلى الجامعة. تركيزنا اليوم هو على رياض الأطفال، ونحن خلال العمل الطويل اللي تم مع وزارة التربية بمشاركة خبراء مهمين من داخل ومن الخارج، تم وضع هذه الأدلة وهذه الكتيبات كدليل عمل. الهدف من إقامة الحفل هو إطلاق إصدارات قام المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بإعدادها. في الواقع اليوم هو عرس بكل معنى الكلمة، عرس تربوي فينا نسميه. يتوج الإصدارات التي قام بإعدادها المركز منذ عام 2017 وحتى نهاية عام 2020 في هذا العرس يتوج إطلاقه. المركز الإقليمي يعمل بتشاركية مع كل الجهات التي تعمل في الطفولة، فكان من الواجب أن نكون أهل وكتف قوي يحمل هذا الدعم للطفولة وللأطفال في سوريا. فكانت هذه الإصدارات التي تم إعدادها من قبل اختصاصيين مؤهلين بالتعاون مع جهات عديدة تم تطبيقها على أطفال، على عينة من الأطفال في روضة المركز الإقليمي، وبعد هذا الإطلاق سيتم تعميمها على كل أطفال سوريا. كان لقاء حصد ثمار مركز الطفولة، المركز الإقليمي للطفولة المبكرة، الإصدارات المتعددة التي قام بها والأدلة والأنشطة من حقوق الطفل، منها مهارات الحياة، منها أنشطة مدربات الأطفال. وطبعا نحن في مركز القياس والتقييم شركاء، حيث نقوم بتقييم كل إنجاز سواء في مركز الطفولة المبكرة أو في أي مراكز أخرى. نحن كمركز قياس في وزارة التربية نقوم المناهج والكتب وجميع الأدلة التي تصدر. التشاركية دائما موجودة في كلية التربية مع مراكز تطوير المناهج ومركز الطفولة الإقليمي، واشتغلنا نحن بمجال مهارات الحياة لرياض الأطفال، وكان هو تحدي كبير الحمد لله. كنا عم نشتغل نحن لحتى ننهض بواقع الطفولة، لحتى نحسن ونقدم نوعية حياة أفضل للطفل. إن شاء الله تكون هاي الإصدارات قادرة أن تنتشر وتعمل أثر على أرض الواقع بشكل جيد، بحقق فعلا حياة أجمل للأطفال في سوريا. أطفال سوريا يستحقون الأجمل.